انا كنت اقتلها. تقريبا نفس جريمه القتل بتاعتي. لا انا عندي ابني وحيد بس ما بيشربش الحاجات دي وبعيد عن الحاجات دي خالص. طلعتين امها. لا يابا شربوا الشيشه. لا عندنا عصير فراوله ماشي، شاي ماشي، لكن شيشه بانج شغال. لا هو مش هم بس يعني ما رضوش لاي حد بنت او ولد يعني عشان مضره يعني ملهاش علاقه بمناته ولا في الايام دي ساعات بس بنتي مش عارف لسه بس يعني بقى خلاص بقى في حريه في كل حاجه يعني. لا طبعا ما رضاش انا راجل شرقي مصري. لا الصراحه لا لا حرام. لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا. هي دي حريه شخصيه بس لا انا نفسي لا مفيش مشكله. لا 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 حرام. لا طبعا لاني انا اصلا بمقت الظاهره دي الشيشه. هي حره ايه واخلاقها بقى من لها ايه. لا هم حرين في صحتهم بس هي طالما في ذمتي لا. سيبك بقى من حريه ومش حريه والكلام ده كله. لا لا ما اعتقدش. لا طبعا لا طبعا لا. لا الحمد لله اطلع من العيله ما بتدخنش خالص خالص الحمد لله. لا طبعا لا طبعا الكلام ده. لا طبعا لا طبعا ما يصحش ده ما عمرها ما تحصل. الظاهره اللي موجوده في الكوربه عندنا مش حلوه خالص. لا طبعا مش رجوله. لا 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 ولا شيشه ولا سجاير. لا انا اساسا ده مبدا ولا احنا بنشرب سجاير ولا